والشكل الاخير هو اللي غنديرو انايا ديال الكروكي. هنحتاج ليها 4 البيضات، غنحتاج كاس ديال السكر، انا عبرت بكاس ديال العنبه، وانا هاد الكروكي غنديرو بالشوكولا. غنطربو حيت بغيت البيض يطرب ليا مزيان، يعني تيولي الشكل ديالو ابيض بحال الشكل ديال الجينواز. غنزيد عليه كاس ديال الزيت بشويه بشويه وانا كنضرب. بالنسبه هنايا الحليب، انايا عندي حليب غير سائل، عندي 2 معالق كبار ديال الحليب. الا كان عندكم حليب بودره ديروه كيجي تا هو يزول، انا غنعوضو غير بهذا. غندير ساشي ديال الفاني، بالنسبه انا عندي البودره ديال الشوكولاط، عندي انايا المره، عندي 3 المعالق كبار اللي غنضيفهم هنا. وهنايا عندي حبيبات ديال الشوكولاط بحال 3 المعالقات هكا كبار، وعندي الدقيق على حسب الخليط وخماره ديال 16 غرام. هادي ما غنبقاش محتاجاها. كما قلت اما انا غنقسمها على 3، ولكن نحتاجين الفرينه نقدروا نديروه، اما انا غنديرها غير على 3. الفران ديالي سخون على 180 درجة، انا ديما كنطيب الحلوى ديالتي على 180 درجة، كنسخن الفرن فوق وتحت، كنديرو هذا لتحت. بالنسبه للدهن انا ما غندهنو لا بالبيض لا بتشي حاجه، حيت غندير ليه الشوكولا تزين من الفوق، يعني ما غنحتاج. الا كنتو نتوما ما غتزينوهش من الفوق دهنوه بشويه ديال البيض، ولا كنتو غديروه تخليوه غير ابيض، يعني على حسبكم نتوما. يعني هي بغيت نديرو هكا بالشوكولاط، يعني حتى الوليدات هما ياكلوا ليا. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. وهذا هو من الجد، ما انا غنديرو هنا حاجه بلاطه بارده هكا.
وبعد ما جمد ليا انا واخا عندي الدار سخونه بزاف ما جمدش ليا دغيا، يعني اضطريت نديرو في الثلاجه واحد شويه مع هضره باقي شوي ديري هكا. ودابا غنبدا نقسم فيه. هو يا الكروكي ما كيجيش رقيق بحال بحال شكل الفقاس، كيجي شويه واحد الميزره ديالته كتبقى غليظه كما غنوريكم انا. بسم الله. هذا الشكل بحال هكا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالتي، كا ولا مكا. نتمنى بانه يعجبكم. تشكيله خفيفه وسهله، يعني ما كتشدش بزاف ديال الوقت. غريبه كما قلت انا فايته حاطاها في القناه، كتجي رطبه كما كتشوفوا، كتجي رطبه بزاف. ومن هذه ناكلها. بسم الله. بالنسبه للكنافه، غير نصيحه من عندي، حاولوا ما تكثروش فيها بزاف ديال اللوز. انا كما قلت كاينين شي وحدين اللي زباليت فيهم وكثرت فيهم بزاف ديال اللوز وكيخرج ليا من الجناب. بالنسبه للبقلاوه، الكروكي اللي ما كاينش اللي ما كيبغيش بلاخص هكايا بالشوكولاط. نتمنى بان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى بانني نكون خفيفه على القلب يا ربي. وشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء، ومبروك عواشركم، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله.